المفروض الملجأ يبقى في وشي. مايلز عامل ايه؟ اخويا انا قابلت سبايدر مان، تصدق ده؟ ايه يا جنان، هو شاف تطبيق الاختراق بتاعنا؟ اه يا خبر ابيض، انا نسيت خالص. غبي، كان هيشاركك معاك وكنا هنبقى مشهورين جدا. تمام، هوريهوله المره الجايه. انا لازم امشي، وعدته عني اني مش هتاخر. ماشي، سلام. كل واحد يطلع بطاقته علشان التفتيش. انت اكيد بتهرج معايا، الموضوع مش هياخد وقت. لو مفيش متتبع كنت رديت من على السور. واو، ده كان سهل جدا. مش مصدق ان نظام السمور مش متأمن. تقريبا كده هتجنب. كده بعد نصيحة من مجهول. تمام، برنامج القرصنة، اوعى تكسفني دلوقتي. تمام، يلا نتحرك. تمام، ممكن انزل من تحت البوابة اللي على الشمال لحد السقالات اللي على اليمين. تمام، خليك هادي، لازم اشتت انتباهه. ولسه مكملين معاكم مستمعينا، جانا مكالمات كتير بخصوص تعاون مؤسسة السبور الدولية مع المنظمة البحث عن المشتبه فيهم في تفجير مبنى بلدي، ومعنا كاين على الخط التليفوني يلا تجاهلني لاني شفاف. تمام، انا في امان. ايه الخبر؟ ده كان كابوس. اهلا ماما. ازيك يا حبيبي، وصلت الملجأ فيسك بسلامه؟ ايوه انا قربت اوصل. مايلز، على فكره انت مش مضطر تشتغل في الملجأ. قلت يشتغل؟ لا، انا اديتك فرصه. ايوه، وانا اخترت ده بدل العلاج، قصدي انه ساعدني. الراجل قال كل واحد بيحزن بطريقته، ودي طريقتي. طيب انا اسفه ماما. اه، مش معنى اني مش عاوزه تكلمي بقى، انا ما بحبكيش. حبيبي انا بحبك قوي، هنعدي الموضوع مع بعض. ماشي، لازم اقفل وهكلمك وانا مروح. مش مميز، عارف استمر في التنفس لحد ما ارجع مستر جريج. اهلا بيت. اهلا انا اسف على التاخير. لا لا لا، انا سعيد انك هنا. تمام، اساعدك ازاي؟ ليه ما تبداش بالتاقلم مع المكان، تقابل ناس جديده، عارفه الكل بيحب القهوه. قهوه، ماشي، وانا هرجع بعد شويه اطمن عليك. تمام. ايوه، ما تقلقش من السيد هودجز، ما بيعضش كتير. متاكد؟ قهوة؟ شكرا. أساعدك؟ إلا لو عرفت إيه هو الكوارك. جسيمات تحت ذرية، وحدة البناء الأساسية للبروتونات والنيوترونات والهادرونات. عنصر ذري، ده مناسب، أنت شاطر. حتة خردة. قرف. حتة الخردة دي تمانع لو بصيت؟ إيه؟ عندنا انبوبين كسود في الكلية، اعرف اصلحهم. اشعة كسودية؟ انت بس رجها مرة وفضيها، او ممكن كابل كبير منفصل. تمام تمام، كن ضيفي. ها يا ابو الاسكية، ها ارجوك كمل. لسه التحيات والتعازي مستمرة للضابط جيفرسون ديفيس اللي مات في تفجير مبنى البلدية. التقارير قالت انه استخدم جسمه لحماية الناس في اللحظات الأخيرة في حياته. ايه ازيك يا ولد؟ انا فاضي. وكذلك شقيقه ايرن. بطل ده ما عملش اي بطولة غير انه فجر نفسه. اي ايرني، شايف انك قابلت مايلز، هيساعد معانا هنا. ممكن تكون سمعت عن ابوه جيفرسون ديفيس؟ كويس جدا، فرغم ان عنده مشغوليات كتير الا انه قرر يجي ويتطوع، مش كده؟ ايوه. ايوه، شكرا. اسمع يا ابني، انا اسف علشان والدك.
يلا يا مايلز تعال تساعد عمتي في المطبخ. يا مي انا لازم امشي بس جبتلك شويه مساعده. اهلا مايلز، مبسوطه اني شفتك. يلا هات مريالة واغسل ايديك وحوريك المكان. يا بيتر شكرا لرجوعك تاني. طبعا.